تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أقيم الحفل الختامي للأولمبياد العلمي الخليجي للرياضيات والكيمياء، والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين. نعم، وذلك بحضور وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة طلبة المدارس الثانوية بالدول الأعضاء في المكتب. من منطلق الاهتمام بالمجالات العلمية والسعي نحو رسم خارطة طريق حول تحفيز روح المنافسة وتعزيز قدرات الطلبة تجاه المشاركة في المسابقات العلمية، انطلقت فعاليات الأولمبياد العلمي الخليجي للرياضيات والكيمياء ضمن الجهود الدؤوبة والرامية لمكتب التربية العربي لدول الخليج ووزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين. طبعا هذا الأولمبياد يأتي لطرح يعني فرصة للمنافسة بين الطلبة والطالبات في التخصصات العلمية الأساسية وفي مقدمتها الرياضيات والكيمياء، ويأتي وفق أفضل الممارسات الدولية في هذه المنافسات، بحيث يتم تشجيع الطلاب والطالبات على طبعا أن يبرعوا في هذين التخصصين على وجه التحديد، وبما في نفس الوقت يشعل المنافسة بين الطلبة من دول مجلس التعاون الخليجي. للأمانة النتائج كانت جدا مفرحة، وطبعا كان هناك تنافس واضح بين جميع الطلبة، لكن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الفعاليات تسهم في مساعدة وزارات التربية والتعليم على تطوير مناهجها وتطوير طرائق التدريس. هي فرصة ثمينة وكبيرة للطلاب لتنمية قدراتهم وتعزيز التنافسية فيما بينهم، وكذلك تحفيزهم وتقديرهم وتكريمهم، هذا بحد ذاته أيضا مكسب كبير. أنا أعتقد أن هذه فرصة لالتقاء الطلاب لتعارفهم لتبادل الكثير من المواقف الكثير من التجارب، احتكاك أيضا مع الخبراء مع المحكمين. الحقيقة الفرصة جدا يعني كبيرة ومفيدة للجميع. لا يسعني الحقيقة يعني إلا أن أبارك للطلاب والطالبات الفائزين في هذه الأولمبياد. شهدت منافسات هذا العام للأولمبياد الخليجي مشاركة متميزة للطلبة والطالبات، والذين كانوا خير سفراء لأوطانهم بما أظهروه من جد واجتهاد وتفوق علمي في هذه المنافسة الأخوية القائمة على مجال الرياضيات والكيمياء. مشاركتي في هذا الأولمبياد لا تقتصر فقط على يوم مسابقة واحد فقط، إنما سبقها أشهر من التعب والتدريب المكثف من قبل المعلمين في المدرسة والمعلمين اللي أيضا أعدوهم وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين إلى يوم المسابقة، وبعدها أيضا استعداداتنا إلى الحفل النهائي. شاركت بالأولمبياد الخليجي، كانت تجربة حلوة وفرصة حلوة أني أتعلم شيء جديد. أولمبياد الرياضيات الخليجي أكسبنا مهارات كثيرة في الدراسة، وكمسؤولية أن نسافر بعيد عن أهلنا، فإن شاء الله نمثل دولتنا خير تمثيل. كانت تجربتي في هذا الأولمبياد تجربة جديدة، لأن أول أولمبياد خليجي أشارك فيه، اكتسبت فيها العديد من الخبرات سواء من حل الاختبار أو من استفادات رياضية أو إن من استفادات ثقافية. الأولمبياد الخليجي للرياضيات والكيمياء هو انعكاس وتجسيد للأهمية الكبيرة للمجال العلمي، ويمثل عماد الكثير من البرامج والتخصصات العلمية، لا سيما حرص وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين على تطوير المناهج الدراسية ومن بينها العلمية، إلى جانب تحفيز الطلبة لاختيار التخصصات العلمية والتقنية لمواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها العالم. من الأولمبياد العلمي الخليجي في مجالي الرياضيات والكيمياء، تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز قدرات الطلبة من خلال التنافس والوقوف على الجديد من الإنجازات العلمية في هذين المجالين. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.